السلام عليكم. اليوم ان شاء الله غندير درس الاحصاء لمستوى ثالثه اعدادي. محاور الدرس: اولا مفردات احصائيه، ثانيا الحصيصات والحصيصات المتراكمه والترددات والترددات المتراكمه، ثالثا المعدل الحسابي او القيمه المتوسطه للمتسلسله الاحصائيه، رابعا القيمه الوسطيه للمتسلسله الاحصائيه، وخامسا المنوال. مفردات احصائيه: الدراسة الإحصائية هي دراسة لظاهرة أو خاصية يتميز بها أفراد مجموعة. الساكنة الإحصائية هي المجموعة التي تخضع لعملية الإحصاء، وكل عنصر منها يسمى فردا أو وحدة إحصائية. الميزة هي الظاهرة التي تتم دراستها، وهي مجموعة من القيم أو أصناف وتنقسم إلى قسمين: ميزة كمية مثل النقط، التلاميذ، عدد الأطفال، السن، الطول، وميزة كيفية مثل فصيلة الدم، لون العينين. مثال، فهذا المثال إن شاء الله غادي نحاول نشرحه. هذه المفردات الإحصائية: يمثل الجدول التالي توزيع 24 منخرطة بإحدى الأندية حسب أعمارهم. دونك هنا عندي 7 ديال المنخرطين العمر ديالهم 12 سنة، 6 ديال المنخرطين العمر ديالهم 13 سنة، 3 ديال المنخرطين العمر ديالهم 14 سنة، و 8 ديال المنخرطين العمر ديالهم 15 سنة. سؤال: حدد الساكنة الإحصائية. ثانيا حدد الوحدة الإحصائية. ثالثا حدد الميزة المدروسة محددا نوعها. دونك الساكنة الإحصائية هم عدد المنخرطين في هذا النادي، الوحدة الإحصائية هو كل منخرط يسمى وحدة إحصائية، الميزة المدروسة هي عمر المنخرط وهي ميزة كمية. الحصيص هو عدد الوحدات التي تأخذها كل قيمة من قيم الميزة. الحصيص المتراكم لقيمة من قيم الميزة هو مجموع حصيصات القيم التي تصغر أو تساوي هذه القيمة. الحصيص الإجمالي هو مجموع حصيصات متسلسلة إحصائية، وهو أيضا عدد وحدات الساكنة الإحصائية. التردد: تردد قيمة من قيم الميزة هو خارج حصيصها على الحصيص الإجمالي. طيب، المصطلحات ما يخلعوكمش، لأن كلهم غادي نشرحهم إن شاء الله. شي حاجة سهلة ما صعيباش. دونك نحاول نخدم بنفس المثال اللي خدمت به من قبل. يمثل الجدول التالي توزيع 24 منخرط بإحدى الأندية حسب أعمارهم. دونك هنا كما قلنا قبيلة، عندي 7 ديال المنخرط العمر ديالهم 12 سنة، 6 ديال المنخرط العمر ديالهم 13 سنة. دونك الميزة المدروسة هي العمر، والحصيص هو عدد المنخرطين بالنسبة لكل ميزة. رد معايا، رجع معايا للحصيص هنا. الحصيص هو عدد الوحدات التي تأخذها كل قيمة من قيم الميزة. واخا، دونك شنو هما الميزة عندنا؟ الميزة هي العمر. شحال من واحد عنده 12 سنة؟ 7 الناس. دونك شنو هو الحاصل الموافق للميزة 12؟ هو 7. دونك شحال من واحد اللي عنده في العمر ديالو 13 سنة؟ 6 ناس. دونك شنو هو الحاصل الموافق للميزة 13؟ هو 6. والحاصل الموافق للميزة 14 هو 3، والحاصل الموافق للميزة 15 هو 8. الحصيص الإجمالي، الحصيص الإجمالي هو المنخرطين، هو 24 منخرط. كيفاش كنحسبوه؟ هو مجموع الحصيصات. الحصيص الإجمالي هو مجموع حصيصات المتسلسلة الإحصائية، وهو أيضا عدد وحدات الساكنة الإحصائية. دونك الحصيص الإجمالي هو 24 منخرط. جدول الحصيصات والحصيصات المتراكمة والترددات والترددات المتراكمة. مثال: متسلسل بقيم. حصل تلاميذ سنة ثالثة إعدادي عند أستاذ الرياضيات في الامتحان الجهوي على النقاط الملخصة في الجدول التالي. دونك عندنا الجدول هذا، النقاط هما الميزة وعدد التلاميذ هما الحصيص. دونك عند هذا الأستاذ ديال مادة الرياضيات 4 الناس جابوا 10، 8 ديال التلاميذ جابوا 14، 5 ديال التلاميذ جابوا 15، 3 ديال التلاميذ جابوا 18، و 8 ديال التلاميذ جابوا 20. دونك كيف قلنا من قبل، عدد التلاميذ شحال غيكون عندنا الى جمعت الحصيصات كاملين؟ غيعطيوني هو 28. و 28 شنو هي الحصيص الاجمالي. الميزه المدروسه هي النقط الامتحان الجهوي في ماده الرياضيات بالنسبه للثالثه اعدادي. دونك هنا غادي نحاول نملأ الجدول بالحصيصات والحصيصات المتراكمه والترددات والترددات المتراكمه. دونك الحصيص المتراكم، كيفاش كنحسبوا الحصيص المتراكم؟ رد معايا البال، غنشد هاد الربعه هادي غنزلها لتحت، تولي عندي 4. 4 غنزيد على 8 غتعطيني 12، 12 غنزيد على 5 غتولي 17، 17 غنزيد على 3
هتولي 20، و20 غنزيد على 8 عطتني 28. وشنو هي 28؟ هو الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي هو عدد التلاميذ في هذا القسم هذا. تردد، كيفاش كنحسبوا التردد؟ التردد كندير الحصيص، رد معايا البال، كندير الحصيص على الحصيص الإجمالي. الحصيص الإجمالي شحال؟ هو 28. 8 على 28، دونك الحصيص 8 على الحصيص الإجمالي هو 28. 5 على 28، 3 على 28، و8 على 28. واخ شنو كيعني هادشي؟ واخ تردد الميزة 10، تردد الميزة 10 شحال؟ هو 4 على 28. وتردد الميزة 14 هو 8 على 28. 8 شنو هي 8؟ هما عدد التلامذ اللي جابوا اش، اللي جابوا 14 من وسط اش، من وسط 28 واحد. دونك كنشد 8 العدد التلامذ اللي جاب 14 كنقسمهم على العدد الاجمالي ديال التلامذ اللي هو 28، شنو كيعطيني؟ التردد. الا ضربتها في 100 كتولي ليا نسبه مئويه. تردد المتراكم، التردد المتراكم حتى هو غنديروه بنفس الطريقه، ولكن هنا غنديروا الحصيص المتراكم على الحصيص الاجمالي. دونك 4 على 28، 12 على 28، 17 على 28، 20 على 28، و28 على 28. دونك الحصيص المتراكم على الحصيص الاجمالي. مثال جوج متسلسله بالاصناف. الجدول الاتي يعطينا نتائج حول قائمه اشخاص مصنفه الى اربع اصناف. دونك عندنا اربعه ديال الاصناف، الصنف الاول، الثاني، الثالث، الرابع. دونك عندي 9 ديال الاشخاص، طول ديالهم ما بين 120 و 130، 11 شخص ما بين 130 و 140، 12 شخص ما بين 140 و 150، و 18 شخص ما بين 150 و 160. دونك الحصيص المتراكم، دونك 9 غادي ننزل لتحت، 9 زائد 11 غتعطيني 20، 20 زائد 12 غتعطيني 32، 32 غنزيد على 18 غتعطيني 50، و 50 هنا شنو كيمثل ليا؟ الحصيص الإجمالي. التردد بنفس الطريقة غادي نحسبوه. دونك هو الحصيص على الحصيص الإجمالي 9 على 50، 11 على 50، 12 على 50، و 18 على 50. تردد المتراكم غادي هو الحصيص المتراكم على الحصيص الإجمالي. دونك 9 على 50، 20 على 50، 32 على 50، و 50 على 50. المعدل الحسابي أو القيمة المتوسطة لمتسلسلة إحصائية. تعريف: المعدل الحسابي أو القيمة المتوسطة لمتسلسلة إحصائية هي خارج مجموع جداءات قيم الميزة في الحصيص الموافق لها على الحصيص الإجمالي ويرمز لها بالرمز M. مثال متسلسلة بقيم لنحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة إحصائية. دونك عندي المتسلسلة إحصائية، عندي الميزة، وعندي الحصيص. دونك كيفاش غادي نحسب المعدل الحسابي؟ دونك شنو غندير؟ غندير الحصيص في الميزة 4 في 10 زائد الحصيص في الميزة اللي هو 8 في 14 زائد الحصيص في الميزة هو 5 في 15 زائد الحصيص في الميزة 3 في 18 زائد 8 في 20. دونك مقسومة علاش؟ على 28. 28 شنو هي؟ هي الحصيص الإجمالي. دونك غادي نحسب، غتولي عندي هي 441 مقسومة على 28. إذا المعدل الحسابي هو 15.75. مثال جوج متسلسلة بالأصناف لنحسب المعدل الحسابي لهذه المتسلسلة الإحصائية. من قبل خاصني نعرف شنو هو مفهوم مركز الصنف. قاعدة: إذا كان X محصورة بين A و B صنفا لمتسلسلة إحصائية فإن مركزه هو العدد A زائد B مقسوم على جوج. دونك عندي هذه المتسلسلة الإحصائية بالأصناف. دونك عندي الصنف الأول، الثاني، الثالث، الرابع. دونك بغيت نحسب مركز الصنف، شنو غادي ندير؟ دونك 120 زائد 130 مقسوم على جوج غتعطيني 125. دونك 120 زائد 130 مقسوم على جوج غتعطيني 125. دونك بنفس الطريقة غادي نحسب المركز الصنف 130 زائد 140 مقسوم على جوج غتعطيني 135، 140 زائد 150 مقسوم على جوج غتعطيني 145، و 150 زائد 160 مقسوم على جوج غتعطيني 155.
دونك المعدل الحسابي أو القيمة المتوسطة لمتسلسلة إحصائية هي خارج مجموع جداءات مراكز الأصناف في الحصيصات الموافقة لها على الحصيص الإجمالي ويرمز لها بأم. دونك بالنسبة للمتسلسل بالأصناف شنو كندير؟ كندير مركز صنف في الحصيص زائد مركز صنف في الحصيص زائد مركز صنف في الحصيص زائد مركز صنف في الحصيص مقسوم على الحصيص الإجمالي. دونك غتولي عندي ام كتساوي 7140 مقسوم على 50، دونك ام غتولي هي 142.8. القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية. تعريف: القيمة الوسطية لمتسلسلة إحصائية هي قيم الميزة التي حصيصها المتراكم أكبر من أو يساوي نصف الحصيص الإجمالي. نشرحها بمثال. دونك عندي متسلسلة بلا قيم، لنحسب القيمة الوسطية للمتسلسلة الإحصائية. دونك عندي هذه المتسلسلة الإحصائية، دونك عندي قيم الميزة، عندي الحصيص، وعندي الحصيص المتراكم. دونك ملي كيطرح عليا السؤال احسب القيمة الوسطية، شنو كندير؟ كنشد الحصيص الإجمالي اللي هو اش 28. دونك الحصيص الإجمالي مقسوم على جوج، دونك 28 مقسوم على جوج غتعطيني 14. هاد 14 شنو غندير؟ غادي نمشي للحصيص المتراكم. دونك شنو هي القيم اللي كبر من 14؟ القيم اللي كبر من 14 هما 17 و20 و28. اصغر قيمه فيهم شنو هي 17. 17 موافق للميزه اش؟ موافق للميزه 15. اذا اصغر حصيص متراكم اكبر من او يساوي 14 هو 17 الموافق لقيمه الميزه 15. ومنه فإن القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 15. دونك غنعود من الأول، شنو كندير؟ كنشد الحصيص الإجمالي كنقسمو على جوج، دونك هو 28 مقسوم على جوج شنو عطاتني؟ 14. كنمشي كنقلب على القيم اللي كبر مناش من 14، القيم اللي كبر من 14 هما 17 و20 و28، أصغر قيمة فيهم شنو هي؟ هي 17. كنشوف الميزة الموافقة 17 هي اش 15، اذا 15 هي القيمه الوسطيه. مثال جوج متسلسله بالاصناف. دونك عندي المتسلسله بغيت نحسب القيمه الوسطيه بنفس الطريقه، غنشد الحصيص الاجمالي غنقسمه على جوج، دونك هي 50 على جوج شغلتني 25. دونك شنو هما القيم اللي كبر من 25 فين في الحصيص المتراكم؟ هما اش؟ هما 32 و50. القيمة الصغيرة فيهم شنو هي؟ هي 32 موافقة للصنف اش؟ 140 150. إذا أصغر حصيص متراكم أكبر من أو يساوي 25 هو 32 الموافق للصنف 140 150. ومنه فإن الصنف الذي يحتوي على القيمة الوسطية لهذه المتسلسلة الإحصائية هو 140 150. المنوال. منوال متسلسلة إحصائية هو كل قيمة أو صنف أو النوع له أكبر حصيص. ونقدر نقول بأن المنوال هو الميزة الموافقة لأكبر حصيص أو الصنف الموافق لأكبر حصيص. مثال، دونك سؤال عندنا هنا، وحدد منوال هذه المتسلسلة الإحصائية. دونك شنو كندير؟ أول حاجة كنمشي للحصيص. دونك أكبر حصيص عندي هنا شنو؟ عندي 8 هنا وعندي 8 هنا، دونك هذا هو الحصيص الكبير. دونك هاد 8 موافقة للميزة اش 14، وهاد 8 هادي موافقة للميزة 20. أكبر حصيص هو 8، نلاحظ أن هنا قيمتين للميزة موافقتين لهذه الحصيص هما 14 و20. إذا لهذه المسلسلات الإحصائية منوالين هما 14 و20. دونك إلا بغيت نحدد المنوال شنو كندير؟ كنمشي نقلب على أكبر حصيص والميزة الموافقة لهذاك الحصيص هو المنوال هذه المتسلسلة الإحصائية. مثال جوج لنحدد المنوال بالنسبة للمتسلسلة بالأصناف. دونك شنو غنديرو بنفس الطريقة تا هو؟ دونك عندي أكبر حصيص عندي هنا شنو هو؟ هو 18 الموافق للصنف اش 150 160. أكبر حصيص هو 18 الموافق للصنف 150 160. إذا منوال هذه المتسلسلة الإحصائية هو 150 160.